يعني ولا خلاف يعني ولا اضطراب في ذلك ولا تعارض في ذلك ولا تعارض في ذلك، لأن الأمر توجه إلى محلين لا إلى إيه؟ لا إلى محل واحد. وهذا معنى قوله: والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم، وليست الصلاة واجبة على الصبي ولا تركها محظور عليه. قال: مدفوع، يعني هذا الاعتراض مدفوع، هذا الاعتراض مدفوع بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل، وهو هنا مختلف، المحل محل الأمر مختلف بالنسبة للابن، محمول على الندب إذا لم يبلغ، وبالنسبة للأبي محمول على الندب في السبع وعلى الوجوب في إيه؟ في العشر. قال: فإن محل الوجوب مختلف، فإن محل الوجوب الولي، ومحل عدم الوجوب إيه؟ ابن العشر، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على إيه؟ على الولي، لأن هذه مسؤولية، والله سبحانه وتعالى ألزمنا بها حيث قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه الوقاية تحتاج إلى استعداد منذ السبع سنين. نعم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد. قال: ومثله من رواية علي رضي الله تعالى عنه له ولأبي داود والترمذي. وقال: حديث حسن. هذا الحديث محل الشاهد منه قوله: وعن الصبي حتى إيه؟ يحتلم، أي إنه لا يجب عليه شيء من أوامر الشريعة حتى يبلغ الحلم، حتى يبلغ الحلم. والمراد بالصبي هنا ما هو أعم من الذكر والأنثى، وليس خاصا بالذكور دون النساء. واحتلام الصبي كما هو معلوم يكون بواحد من إيه؟ من ثلاث: إما بخروج الماء الدافئ، وإما بإنبات شعر العانة، وإما ببلوغ سن تفاوتت عند العلماء، منهم من قال 15 ومنهم من قال 18 عاما. وزاد الأمر بالنسبة للنساء أو للأنثى، وهو نزول دم الحيض. هذه أربع علامات للأنثى تدل على البلوغ، وثلاث علامات للذكر تدل على إيه؟ على البلوغ. أي فإنه لا يجب على الصبي، لا تجب الصلاة عليه إلا بعد البلوغ. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاة قبل البلوغ مشعر بأن ذلك على سبيل الندب لا على سبيل الإيه؟ لا على سبيل الإلزام. قال: رفع القلم، والمراد بالقلم يعني التكليف، لأن القلم الأصل أنه يكتب الحسنات والسيئات، والمراد بها هنا رفع الإثم، وهو كتابة السيئات دون الحسنات، لأن الصبي والمجنون يعني يكتب لهم من الحسنات، يكتب لهم ما يفعلونه من الحسنات، لكن لو فعلوا من السيئات فهذا الذي لا يكتب لهم، وهذا الذي لا يؤاخذون عليه. فعرفنا أن رفع القلم هنا كناية عن عدم كتابة السيئات والآثام، لا عن عدم الكتابة مطلقا.
وأما النائم فلأنه في حالة فقدان الوعي فهذا أيضا لا يكتب عليه من السيئات حتى يستيقظ ويكون بعقله التام. قال لا طبعا لا يؤاخذ حتى في الآخرة لأن إذا قال رفع القلم عن، لكن في حالة الجناية على الآخرين إنما يلزم ولي الصبي بإيش؟ بدفع الإرش، إرش الجناية. لكنه لو قتل صبي صبيا عمدا لا يقتل لأنه ليس محل تكليف، لكن لو قتله خطأ ففي هذه الحال تلزم الدية بدفع دفع الإيه؟ تلزم العاقلة بدفع الدية لأن حق الغير لا يسقط. وكذلك في الجنايات العمد، لو ضرب صبي صبيا ففقع عينه أو أتلف منه عضوا فهو لا يؤاخذ، لكن يلزم وليه بدفع الإيه؟ بدفع الدية، يلزم وليه بدفع الدية. هذا شأنه شأن الدابة. وكذلك النائم، لو كان إنسان نائما ثم تدحرج وتقلب وسقط مثلا من سريره على إنسان فقتله، أو على طفل فقتله، أو امرأة نائمة انقلبت على طفلها فقتلته، ففي هذه الحالة يعتبر فعلها خطأ، لا تؤاخذ عليه عمدا، لكن يدفع الدية للمقتول لأن في هذه الأحوال يعتبر الحكم خطأ، ويلزم التعويض للآخرين بما أتلف على اعتبار أن هذا من المتلفات لا من الجنايات، فيعد من المتلفات ولا يعد إيه؟ من الجنايات. وهكذا بالنسبة للمجنون، فإنه في حالة جنونه لو أتلف شيئا فيلزم وليه أن يدفع أرش الجنايات ويدفع الديات ونحوها، لأن هذه تعلقت بها حقوق الغير والولي هو المسؤول عنه. أما المجنون والصغير والنائم فلا يؤاخذ على هذه المتلفات. هذا الخبر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتص، لأن التعمد في مثل هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى أعلم، على اعتبار أن الإنسان عندما أناط الله به الأحكام أناطها في حدود معينة، واشترط لإناطة الأحكام أن يكون الشخص محل التكليف، وهذه موانع تمنع من إلزامه بالتكليف، لأنه كما يقولون إذا سلب ما أوجب، إذا سلب، أو كما يقول العلماء إن الأمر منوط بالتكليف، فإذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب، لأن الحيوان لا يقاس على الإنسان، فالحيوان ربما في تعامله مع غيره من الحيوان يعني يعتبر هذا التعامل مبني على لغة أو مبني على تفاهم يعرفونه، والله سبحانه وتعالى إن حاسبهم فلعلمه بأن ما وضع فيهم من استعدادات كافية لهذه المحاسبة. أما بالنسبة للإنسان فالمحاسبة متوقفة على
تمام العقل وكمال العقل الذي أنيط التكليف به. فإذا لم يكتمل العقل في حال الطفولة أو لم يوجد العقل في حال النوم والجنون فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بين الأمرين وبين الحالين، فهو الذي أخبر عن حال الحيوان وهو الذي أخبر عن حال الطفل وعن حال المجنون وعن حال الصبي، الطفل والمجنون والنائم. وهذا التفريق وهذا التغيير مصدره الشريعة، وهو نص، وإذا وجد النص فلا مجال للاجتهاد. مفهوم؟ إذا وجد النص فلا مجال للاجتهاد. كلاهما، عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ لأنه ليس محل التكليف والمؤاخذة. قال الحديث أخرجه أيضا النسائي، فهو إذن من رواية أبي داود والنسائي، من رواية أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم، كلهم من حديث عائشة. فالحديث رواه أحمد والثلاثة، أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه، لا الترمذي ما أخرجه من حديث عائشة وإنما رواه من حديث علي وابن حبان والحاكم. وإخراج الحديث من طريق ابن حبان والحاكم يقتضي تصحيحهما لهذا الحديث. قال ابن معين ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، يعني عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، عنها يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وأخرجه أيضا النسائي والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال البيهقي تفرد برفعه جرير بن حازم. قال الدارقطني في العلل وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب، وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش، يعني عن علي موقوفا أن هذا من كلام علي وليس إيه، لكن نقول إذا كان هؤلاء الرواة ثقات ورفعوا الحديث ووقفه غيرهم فعندئذ الحكم لمن رفع، لأنها زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة. طبعا في فرق بين المتابعة معناه أن يوافقه في الحكم، والمخالفة أن يرويه على خلاف الحكم. قال ورواه عطاء ابن السائب عن أبي ظبيان عن علي رضي الله تعالى عنه وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال مرفوعا، فيكون عطاء ابن السائب أو يكون أبي ظبيان قد تابع من رفع، تابع الأعمى، تابع من جرير بن حازم في رفعه. قال الحافظ وقول ابن فضيل ووكيع أشبه بالصواب، يعني كأنه يرجح الوقف على على الجرح على الرفع، لكن قوله أشبه بالصواب لا يعني أنه يقدح في رواية الرفع، وإنما هو من باب يعني الصحيح والأصح. قال ورواه أبو داود من حديث أبي الضحى عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن قال أبو زرعة حديثه عن علي مرسل أي في انقطاع. ورواه ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد
عن علي رضي الله تعالى عنه وهو مرسل أيضا كما قال أبو زرعة. قال: ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي رضي الله تعالى عنه قال أبو زرعة: لم يسمع الحسن من علي شيئا، يعني فالحديث منقطع. وروى الطبراني من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما أو ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه، يعني فذكر نحو حديث علي، وتكون هذه الأحاديث شاهدة لحديث علي رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ: وفي إسناده مقال وبرد مختلف فيه. وروي أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، يعني الحافظ، وإسناده ضعيف. وطبعا نحن قلنا هذه المقالات التي ينقلها عقف على الإرادة وهي مسلوبة عن مين؟ عن المجنون. قال: وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر إذ لا قصد له، والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا، يعني لأن الأحكام الشرعية إنما تنبني على إيه؟ على المقاصد، إنما تنبني على المقاصد، وهذا مسلوب الإرادة والمقصد. قال: وأما في النائم ففيه بعد لأن قصده منتف أيضا، فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. نعم. وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه، وكذلك النائم. حقيقة النائم والصبي أو النائم والمجنون كما يقول علماء الأصول التكليف في حقهما مرتفع، وتوجيه الخطاب من الشارع لهما مستثنى. فالله إذا قال عند دخول الوقت أقيموا الصلاة فيكون هذا الحكم ليس متوجبا ولا متوجها إلى النائم ولا إلى الإيه ولا إلى المجنون، وإنما يتوجه للنائم بعد الاستيقاظ أو عند الاستيقاظ. ولذلك قال الشارع: إن من نام عن صلاة متى يؤديها، متى يتعين له أداءها؟ إذا إيه؟ إذا استيقظ، عندما يستيقظ. وأن أداءها له وأن أداؤه لها عند الاستيقاظ هو أداؤه في وقتها، فلا يعتبر في حقه قضاء، لا يعتبر في حقه قضاء. ها؟ اي ايش بقى؟ هذا الظاهر انهم يدخلون الجنة اذا كانوا في بيئة مسلمة، واما اذا كانوا في غير بيئات المسلمة فقد ورد في الاثر ان هؤلاء يوم القيامة يمتحنون والله اعلم بهم، لكن الأولى أن يقال الله أعلم بهم، وأن حكمهم موكول إلى مين؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. ها؟ هو ورد أن الأطفال الذين يموتون قبل البلوغ أنهم يمتحنون يوم القيامة، الأطفال وأهل الفترة، وأن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم، فمن أطاع أدخل الجنة وإلا. وورد أن الأطفال الذين يموتون يدخلون الجنة ويكونون خدما لأهل الجنة، يعني وردت آراء في ذلك، الله أعلم يعني. وأفضل يعني أفضل الأقوال في هذا أن أمرهم موكول إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فهم خاضعون للمشيئة بعد الايه؟ إيه؟ اذا جن بعد البلوغ خلاص سقط بالنسبة له التكليف.
بعد الأربعين بعد الخمسين قبل أن يموت ها؟ الله سبحانه وتعالى لأن الحساب مبني على إيه؟ على ما يموت عليه الإنسان. فهذا سقط أسقط الله سبحانه وتعالى عنه التكليف. نعم يدخل في حكم من فقد العقل سواء بجنون أو بإغماء أو بنوم الحكم واحد. باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإسلام يجب ما قبله. الحديث رواه أحمد. وهذا الحديث له سبب ورود وهو أن عبد الله بن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال كان يفعلها في الجاهلية وعن أمور صدرت منه في الجاهلية وأنه هل سيحاسب عليها يعني أفعال الخير وأفعال الشر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام يجب ما قبله بمعنى أنه يسقطه ويبطله ولا يحاسبه عليه. ويعتبر الإنسان بدخوله في الإسلام كأنه ولد ولادة جديدة حتى حقوق الناس. ها هنا عمرو ايه ليه عندك ايش ما سمعت؟ لا عمرو ايه انا قلت عبد الله. ان السائل هو عمرو بن العاص وليس عبد الله لان عمرو بن العاص معروم انه يعني كان له موقف من الاسلام في اول امره وانه كان احد الذين وفدوا على النجاشي بقصده يعني فتنة المسلمين وإعادتهم الى مكة وانه كان ضمن جيش الكفار في المواقف وفي الغزوات التي غزا فيها الكفار النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسلم عبد الله ولم يسلم عمرو بن العاص الا في الفترة بعد العهد وبعد عقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية. فأسلم في الفترة ما بين صلح الحديبية وبين فتح مكة يعني أسلم قبل فتح مكة. وهذا كان هو وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان كلهم أسلموا في هذه الفترة. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الإسلام يجب ما قبله. فهذا يدل على أن من كان كافرا ثم أسلم ودخل في الإسلام فلا يطالب بقضاء الصلاة ولا يطالب أيضا بفعل الواجبات التي كان قد فرط فيها قبل الإسلام لأن دخوله في الإسلام يعتبر فيه أنه أن التكليف إنما تعين عليه من تاريخ ومن فترة شهوده الإسلام. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من أحد أصحابه الذين دخلوا في الإسلام أن يقضي الواجبات التي كلف بها من قبل. إلا ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي يا رسول الله إني كنت قد نذرت يعني في الجاهلية أن يعتكف في بيت الله فأرخ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوفي وعده. وهذا محمول على الندب لا على إيه؟ لا على الوجوب. قال الإسلام يجب ما قبله
الحديث قال رواه أحمد. يقول الشوكاني الحديث أخرجه أيضا الطبراني والبيهقي من حديثه يعني من حديثه عمرو بن العاص. وابن سعد يعني أخرج هذا الحديث محمد بن سعد كاتب الليث صاحب كتاب الطبقات أخرجه من حديث جبير بن مطعم. قال وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه ولفظه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. قال وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر. قال فهذا مقيد يعني مقيد بإيه؟ بمن أساء في الإسلام أو أنه مقيد بأنه لم يدخل في الإسلام بأنه يعني بقي على كفره ولذلك يعاقب عن كل السيئات. قال والحديث الأول مطلق وحمل المطلق على المقيد واجب فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بالإحسان ولكن يقال ألا يكفي الدخول في الإسلام؟ أليس هذا هو الحسنة العظيمة التي تكفي في هدم ما قبلها؟ لا شك أن دخول الإنسان في الإسلام هذا وحده كافي لأن يهدم ما قبله ولا حسنة أعظم من حسنة الدخول في الإسلام. فيحمل قوله إن أحسن في الإسلام يعني إن بقي على إسلامه، ها؟ يحمل على ذلك يعني إن بقي على إسلامه لأنه لا حسنة أعظم من الدخول في الإسلام. نعم. إيه. وفي إسلامه وقعت من بعض التبادل. الظاهر أن الكبائر التي ارتكبها في الجاهلية لا تحتسب لأنها بالإسلام انتهت ومحيت. وأما أنه يؤاخذ بهذه الكبائر التي فعلها في الإسلام يؤاخذ إن لم يتب، أما إن تاب وندم فقد علمنا قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله سبحانه وتعالى أعلم.